السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي نشاركوا فيها يعني كتخص بالنسبة للنساء اللي كيوضعوا العطر ديالهم، يعني الريحة ديالهم الجسم ديالهم وما كتبقاش واحد المدة طويلة. اليوم غادي نقترح لكم وغادي نشارك معكم هذه الفكرة البسيطة، يمكن لكم تجربوها وغادي تلاحظوا النتيجة. يعني فكرة رائعة كنستعملها شخصيا. هذه الفكره هذه غادي نحتاجوا فيها الغازلين او نحتاجوا فيها اي كريم كنستعملوه في البيت ديالنا بالنسبه للبشره ديالنا. الفازلين بدون رائحه، يمكن لكم الفازلين معروفه او لا يمكن لينا نستعملوا كما قلت لكم اي كريم كتستعملوه بدون يعني يكون بدون رائحه. هذه الفكره هذه لتثبيت العطر اطول مده ممكنه، يمكن لكم تجربوها وغادي تلاحظوا بالنسبه للنساء اللي كيوضعوا العطر ديالهم وما كيبقاش واحد المده طويله. اليوم إذا شاركتوا معايا هذه الفكره وجربتوها غادي تلاحظوا بان العطر ديالكم ما تحيدش من يعني من البشره ديالكم، بقات الرائحه تاع العطر مرافقاكم على طول طوال 24 ساعه. هذه الفكره هذه غادي نحتاجوا فيها مكون واحد، يعني العطر ديالنا اللي كنستعملوا، وغادي نحتاجوا مكون الفازلين. مكون الفازلين اللي كاع الناس كيعرفوا طريقة بسيطه. قبل ما تستعملي سيدتي العطر ديال، غادي تاخذي واحد القليل من هذا يعني من الفازلين وغادي تدهني بها مكان اللي غادي تعملي فيه الريحه ديالك بحال هذا الشكل. هذا دهني بيديك ماشي مشكله، انا استعملت هذه الاعواد هذه. ندير بحال هكا وناخذ العطر ديالي ونديرو على هذا المكان هذا بهذا الشكل. هذا بهذا الشكل هذا غادي تبتي العطر على البشره على الجسم ديالك اطول مده ممكنه. هذه الطريقه مجربه، طريقه يعني بسيطه وجميله بزاف. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء تعجبكم هذه الطريقه هذه اللي شاركت معكم، وكنتمنى منكم تجربوها وتردوا عليا يعني في التعليقات باش نشاركوا هذه المعلومه مع جميع النساء. وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعم ديالكم والدعوات ديالكم وتشجيع بلايك. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن المولى عز وجل.